أنا اسمي عفاف عبد الرازق، متجوزة ليه 10 سنين ومعايا 3 أولاد. طبعاً كلمة لأ حاجة لأولادك، طبعاً مفيش أي قرش طبعاً معاكي، لأ حماتك هي اللي كانت بتبقى مسؤولة عنك مسؤولية تامة، حتى لو عيل ضعف مني كانت هي طبعاً مسؤولة إن هي توديه الدكتور أو هي اللي كانت تعالجه، أنا ما كنتش ليا دعوة بأي حاجة خالص، ما عليا إن أنا أشتغل في البيت وبس. لكن طبعاً بوجود صندوق الادخار الحياة اتغيرت خالص، اشتركت معاهم وبدأنا ندخر، كنت يا دوبك بخطف نفسي كده اروح الاجتماع ممكن ادفع الفلوس وامشي. بدأت الموضوع يعجبني فبدأت اقعد من الكلام اللي هم كانوا بيقولوه عن التدريب وان ازاي الست تدخر، وكانوا برضو كلام توعية واستفدت منها كتير جدا، فهمنا منه ازاي نعمل ميزانية لبيتنا، ازاي مثلا نعمل ميزانية لمشروعنا، ازاي نرشد في حاجاتنا وفي استهلاكنا، ازاي ندخر من مصروفنا، ان انت حتى لو ادخرت 5 جنيه كل اسبوع ممكن تعملي حاجة، فال5 جنيه دي مش عارفه كانت هتيجي منين اصلا عشان ادخرها. ام زياد، ام زياد دفعت سامي 30 جنيه اول سنه، طبعا ما اقترضتش اي قرض، انا خدت 180 جنيه وكنت فرحانه بها جدا، ودلوقتي الحمد لله ممكن اتكلم في راس مال بتاع 5000 جنيه من غير اي يعني من مش عارفه هما جم منين يعني، بس الحمد لله. وبدات طبعا اجيب فراخ بيضه بريشها وبعملها وبنضفها يعني وودها جاهز، ولو حد طلب مني دليفري برضو بوديه لحد البيت وكله طبعا بحساب. ومحمد دفع سهمين 60 جنيه. انا مش عايزه ارجع لورا، انا عايزه ابص لقدام. زمان ما كنتش قادره اعمل اي حاجه، ما كنتش حتى بقدر حتى ان انا اجيب حاجه لنفسي حتى لو حاجه شخصيه، حتى حاجه لاولادي لا، لكن دلوقتي حاسه انني في استقلاليه ماليه، او حاسه انني مستقله بنفسي، او ان انا اقدر نعمل حاجه، ان اولاده طلبوا مني حاجه ان انا اقدر اعملها او اقدر اجيبها، ما اقولش لا ده انا معيش 980 جنيه هنحطها في الكيس بتاع الادخار ونقفل الصندوق. انا اقدر اقول لكل ام ان هي تخش مجموعات الادخار وتشوف التغيير اللي هيحصل لها زي ما حصل لي انا في حياتي. القرض ممكن يغير حياتك. الشمول المالي، خدمات مالية للجميع. البنك المركزي المصري.